Hello my students, Unit 4, Lesson 37. فأول حاجة بيقول لي Plain Mystery Multiplication. Select two numbers card. Create an array using the two numbers as your factors. Write the equation and then find the product. هنا عايزني اختار اي two numbers. دول هيبقوا الفاكتورز بتوعي وهرسم الاري بتاعتي على اساس دول وبعد كده هجيب البرودكت واكتب الايكويشن. فانا اخترت 3 و 5 فمره عملتها 3 تايمز 5 ايكوال 15 رسمت 3 روز و 5 كولمز والمره الثانيه عملت 5 تايمز 3 عكستهم رسمت 3 كولمز و 5 روز. طبعا انت ممكن تختار اي 2 نمبرز انت عايزهم مفيش اي مشاكل. برضو عايزني ان انا اجيب الاريا فكل مرة كان بيديني الشيب بالريكتانجل مثلا وكان بيديني ان هو رسم لي جواه كل السكويرز وانا كنت بعد يا اما بتعمل كاونت للسكوير او بتعمل رو تايمز كولم. هنا نفس الفكرة بس بدل ما هو رسم لي كل السكويرز في الريكتانجل المرة دي هو رسم لي بس اول رو اول كولم. فهنا لازم اشتغل بطريقة ان انا عشان اجيب الاريا اعمل روز تايمز كولمز. فاول ريكتانجل عندك مديك اول رو في 3 سكويرز وتاني واول كولم رسمهولك في 4 سكويرز فكده معناها ان انا عندي 4 روز و 3 كولمز فبعمل 4 تايمز 3 يديني 12 سكوير يونت. كده انا جبت الاريا. تشتغل بنفس الطريقه على كل الريكتانجلز اللي قدامك. تاني شيب عندك 4 كولمز و 4 روز فبتعمل 4 تايمز 4 ايكوال 16 سكوير يونت. تالت ريكتانجل عندك مديك 5 روز و 6 كولمز فبعمل 5 تايمز 6 ايكوال 30 سكوير يونتس. هنا عندي 7 روز و 3 كولمز فبعمل 7 تايمز 3 ايكوال 21 سكوير يونتس. الشكل اللي بعده عندي 5 روز و 7 كولمز فبعمل 5 تايمز 7 ايكوال 35 سكوير يونتس. اخر شيب عندك مديك 3 روز و 7 كولمز فبعمل 3 تايمز 7 ايكوال 21. طبعا لو بدلت 2 نمبرز او 2 فاكتورز بتوعك مفيش اي مشاكل. لو عملت 7 تايمز 3 مفيش مشكله في كل الاحوال هيديك ذا سيم برودكت نفس البرودكت بتاعك ايكوال 21 لان انت عندك الكوميوتيف بروبرتي اوف مالتيبليكيشن ان انت لما بتبدل ال 2 فاكتورز بيديك نفس البرودكت. فلو عملتها 3 تايمز 7 صح عملتها 7 تايمز 3 صح. اهم حاجه ان تطلع معاك نفس البرودكت 21. challenge اللي قدامك بيقولك determine the total area of the following shapes. هو مديك الشيبس رسمهم لك عايزك تجيب التوتال اريا الاريا بتاعته قد ايه. فيا اما طبعا بتعمل count للسكويرز اللي قدامك او بتعمل الاسهل فورت روز تايمز كولم. اول شيب مديهولك مديك 4 روز و 3 كولمز فبعمل 4 تايمز 3 ايكوال 12 سكوير يونتس. تاني شيب عندك كولم واحد بس 6 روز سيبا 6 تايمز 1 ايكوال 6 سكوير يونت. بعد كده مديك 3 كولمز و 8 روز فبتعمل 8 تايمز 3 ايكوال 24 سكوير يونت. اخر شيب مديهولك مديك 8 كولمز و 4 روز فبتعمل 4 تايمز 8 ايكوال 32 سكوير يونت.